هنا نكتب العومة، وكذلك الضلع، وبعضها كبير كالسهوة، وأيضا الهامور، وكذلك الجرجور. أما بعضها الآخر فمتوسطة الحجم كالشعري والكوفر، كما مررنا بباعة يعرضون الشارخة والروبيان وكذلك الحبار. وكان جدي في كل مرة يتوقف ليخبرني عن أسمائها والبيئة التي نعيش أو تعيش فيها. هنا في المستوى الثاني أتخير الإجابة الصحيحة. أمضينا بقية اليوم وقسطا من الليل. كلمة قسطا تعني هي الجزء من الليل، عفوا هنا تعني ماذا؟ تعني جزءا من الليل. ثم دبت في البيت حركة لم نعهدها. كلمة نعهدها هي نعتد عليها. وحب كل هذه الخير الذي يدره على الناس. كلمة يدره هي يجود به. فتقع المناداة ويفوز كل باعة بنصيب. كلمة المناداة هي المزيد في السعر. الآن ننتقل للسؤال اللي بعده. هنا اكتب كلمة أو عبارة لها المعنى ذاته. نحن لا ندخر جهدا، نحن نعمل جاهدين. هنا نعمل جاهدين. عندنا أيضا هنا في وقت الفجر. هنا في وقت الفجر أسرع جدي إلى إيقاظنا. كذلك هنا اتبعوني سأريكم البحر من هذا الجانب. الآن أحدد الشخصية الرئيسية الواردة في النص. طبعا هنا الشخصيات الرئيسية هي أحمد وجده. لماذا تعد الكنعد فخر الشواطئ العمانية وملكة الأسماك؟ لأنها طويلة. طبعا جانبها فيضان ناعم. طبعا هي هنا ظهرها أخضر وجانبها فضيان وناعمة الملمس، رأسها مدبدب وبها خطوط دقيقة. الآن هنا نقول أن ظهرها ماذا؟ أخضر يميل الحمرة. هنا ظهرها أخضر يميل إلى الحمرة، رأسها مدبدب، جوانبها فضيان، ملمسها ناعم، مقاسها طويل. الآن استخرج فوائد البحر. طبعا أولا نأكل منه لحما طريا. ثانيا نستخرج من الزينة. طبعا ثانيا اللي هي نستخرج منه الزينة. ثالثا تجري فيه الفلك. الآن ننتقل للمستوى الثالث وهو يلوم حفيده. هنا
تأخرت علينا كثيرا يا بني. هنا يلوم حفيده. اقترح عنوان آخر للنص. جدي يحب البحر. جدي يحب البحر. جدك والبحر صديقان. أتحدث في النص عما يؤيد ذلك. طبعا أحب البحر والأمواج كما أحب جدي. وجربه سنين حياته. جدك والبحر صديقان، هكذا كانت أمي تردد في مسامعي. طبعا هنا يكتب الطالب هذه الفقرة. الآن ننتقل لأحاكي التركيب الآتيين في جملتين من إنشائي. أفواج من الناس يتوافدون على الأسواق. أفواج من البشر، من البشر بدأوا يتوافدون إلى المتجر. ما هي إلا دقائق حتى أخذنا أبي في السيارة إلى السوق. أخذنا أبي في السيارة إلى السوق. الآن ننتقل إلى المستوى الرابع. أبدي رأيي. طبعا هنا ما واضح السؤال، بس السؤال هو العلاقة التي تجمع بين الجد والابن والحفيد. طبعا هنا علاقة أسرية وودودة قائمة على الاحترام والتفاهم. لماذا لا يذهب بعض الناس لشراء السمك من السوق؟ طبعا بسبب قلة أسواق الأسماك وبعدها عن أماكن التجمعات السكنية. هنا محاكاة الجملة الاسمية تبدأ باسم. طبعا هنا الجملة الملونة، هي طبعا هذه الجملة الملونة هي جملة اسمية. هي ماذا؟ هي جملة اسمية. عندنا في السؤال اللي بعده هنا ألاحظ الجملة الاسمية الملونة ثم أضع دائرة على اسم الإشارة. طبعا هنا نرجع إلى الفقرة ونضع دائرة حول الاسم الإشارة. طبعا هذه هاتان وكذلك هؤلاء. الآن ننتقل وخطا تحت اسم الإشارة، وأيضا نضع خطا. طبعا هنا نضع خط على اسم الإشارة. الآن ننتقل للسؤال اللي بعده. هنا لدينا في هذا الجدول، طبعا هذا يوم جميل فهو مفرد ومذكر. هذه القصة مشوقة فهي مفرد مؤنث. هاتان سمكتان طازجتان، طبعا هنا مثنى مؤنث. هؤلاء الأجداد يحبون بيئاتهم، طبعا هنا جمع مذكر، جمع المذكر. عندنا نستخدم هذه الكلمات في اسم الإشارة. هنا لدينا هذه شجرة سدر. هنا لدينا هذا طالب نجيب. وهنا لدينا هذان طياران ماهران. هنا لدينا هؤلاء مهندسون بارعون. هنا لدينا هاتان معلمتا اللغة العربية. الآن ننتقل للسؤال اللي بعده. هذه بنت تلعب بالطائرة الورقية. هنا نقول هذان عاملان يقلمان الشجرة. أما هنا نقول هذا ولد يلعب بالطائرة الورقية. هذا ولد يلعب بالطائرة الورقية. أما في الصورة اللي بعدها هذا شاب يمارس الرياضة. نقول هنا هؤلاء شباب يمارسون الرياضة. هؤلاء شباب يمارسون الرياضة. هذان ولدان يلعبان كرة السلة. هاتان
بنتان تلعبان كرة السلة، كرة السلة. عندنا التميز بين نون ساكنة والتنوين. عندنا الكلمة المنتهية بنون ساكنة، عندنا هنا اطمأن وعن ولكن، كلمة منتهية بتنوين عندنا طازج أصناف مياه بخير شكلا واثقا. الآن ننتقل إلى النون الساكنة والتنوين. عندنا ولتكن هنا، ولتكن كثيرة من أو من مذاقا. هنا أضع دائرة حول النون الساكنة وخطا تحت التنوين. أولا نضع دائرة حول نون الساكنة، هنا لدينا أن ولدينا لن ولدينا من. أما خطا تحت التنوين ركن بحق حسن أصحاب جليل. هذه هي الإجابات. الآن ننتقل إلى السؤال اللي بعده. أصوب الخطأ في الفقرة تناول طعاما هنا طعاما صحيا تتمتع بجسد هنا بجسد وعقل سليم هنا سليم. ولتكن ولتكن هذه خطأ. ولتكن على يقين بأن الصحة تا جن هنا تا جن على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى، لا يراها إلا المرضى. هذه هي الإجابات. وهنا نقول شكرا لكم على حسن الاستماع، وأتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف